السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نهضر لكم على التغييرات الجديده اللي قامت بها وزاره الهجره في كيبيك، وهذا الشيء كيشمل لي ترافايور كاليفي، كيشمل اصحاب الاقامه الدائمه، وكيشمل حتى لي زيتوديون. وغنهضروا على العدد اللي مسموح به باش يدخل التراب ديال كيبيك ابارتيغ دو 2024 اي 2025. هادشي علاش انا بقيت حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نبارطاجي معكم معلومات مهمه ومهمه بزاف. كما كتعرفوا المقاطعه ديال كيبيك قررت انها تقترح جوج ديال السيناريوهات. السيناريو الاول كيشمل واحد العدد محدد ديال 60,000 مهاجر اللي يقدر ياخذ الاقامه الدائمه. السيناريو الثاني كيشمل 50,000 مهاجر اللي يقدر ياخذ الاقامه الدائمه، بلا ما نتكلموا على لي زيتوديون اللي العدد ديالهم كيتراوح في 6500 طالب. هادشي علاش في هاد الشهر ديال نوفمبر الحكومه قررت انها تخرج لينا بالمخطط ديال الهجره ديالها 2024 و 2025. هادشي علاش انت ولا انتي الا بغيتي تهاجر لكندا راه هذه هي لوكازيون، وما خصكش تعطل بزاف حيت الامور غادا وكتعقد، وغاديين وكيطلعوا في لي زيكزيجونس، غاديين وكيطلعوا في الشروط. هادشي علاش الا بغيتي انك تهاجر لكندا ومهتم وكتقاتل باش تخوي البلاد باقل الاضرار، كنتمنى انك تسارع في التسجيل في واحد من جوج ديال البرامج اللي بارطاجيت معكم. كيف ما كتعرفوا كنت ديجا هضرت لكم على البرنامج ديال طالون موريال، وطالون موريال كاين فيه جوج ديال لي زوبسيون، كاين لو ريكروتمون اون انترناسيونال اللي سا سباس او مود فيرتويل، وكاين حتى لو ريكروتمون اللي غادي يكون دي رونكونتر ديريكت. هادشي علاش كنوصيكم بانكم تسارعوا التسجيل، حيت البوابه غادا تفتح ابتداء من 20 ديسمبر 2023، يعني بقى لينا شهر تقريبا. في 20 ديسمبر غادا تفتح البوابه وغادي نبداو غيبداو يستقبلوا الطلبات. هادشي علاش من دابا كنوصيكم انكم توجدوا السي في ديالكم، توجدوا ليتر دو موتيفاسيون، ومن هنا ل 20 ديسمبر نكونوا مستعدين غير تحل البوابه نديروا لا دوموند ديالنا ونامبليكو، وما نبقاوش غير كنتفرجوا، حيت بزاف اللي كيتفرجوا فيا ولكن ما كيطبقوش، كيتسناو في لافورماسيون تجي بارده ولكن باش يطبق كاينين صراحه الله يكون في العون كاين بزاف ديال المطارق، بزاف ديال المشاغل، ولكن خاصكم ديروا في البال ديالكم على ان هذه وحده من المشاغل الرئيسيه اللي خاصكم تعطيوها واحد الوقت اللي كافي باش تقدروا تهاجروا لكندا. هادشي علاش البرنامج الاول كيشمل طالون موريال، وكاينين دي رونكونتر فيرتويل وكاينين دي رونكونتر اون بريزونسيال. هادشي علاش غادي نخلي لكم لو ليان في الرابط ديال الصفحه باش تقدروا تدخلوا لهاد لاباج وديروا الانسكريبسيون. البروجي الثاني دي ميغراسيون اللي اقترحت عليكم هو مونتيريجي ويست، وهذا كيخص بواحد النسبه كثيره الناس اللي كيخدموا السونتي. هادشي علاش الله يخليكم الا كتعرفوا ديجا شي وحدين اللي مهتمين وباغيين يهاجروا لكندا، كنطلب منك انك تبارطاجي معاهم هذا الفيديو، حيت غادي تقدر تعطيهم فرصه باش يغيروا حياتهم كيف ما تغيرت لي حياتي من 2018. الحكومه في كيبيك قررت انها تطبق السيناريو الثاني اللي كيشمل 50,000 مهاجر زائد 6500 ايتيديون اللي كيتبعوا في لو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز. هادشي على السقف ديال العدد ديال المهاجرين اللي غادي تستقبلهم المقاطعه ديال كيبيك هو 56,000 مهاجر اللي يقدر يدخل التريتوار. هادشي علاش خاصكم تسارعوا التسجيل في هاد البرامج اللي اقترحت عليكم، وكومسا غادي تكثروا من الحظوظ ديالكم وتكونوا واحد من هاد 56,000 مهاجر اللي غادي يدخلوا، 56,500 مهاجر اللي غادي يدخلوا 2024. طريقة سهلة التسجيل، والبوابة كتقبل بزاف ديال فرص الشغل. هادشي علاش كاينة لا بوسيبيليتي بانك تهاجر لكندا. وهنايا خاصكم تعرفوا ان الامور غادا كتعقد، علاش؟ حيت اوليو باش يطلعوا السقف ل 60,000 هما خلاو ب 50,000 باش يعطيو فرص اكثر، لحقاش لقاو في الاخر ازمة ديال السكن، لقاو ازمة في لي زوبيتو، لقاو ازمة في لي زيكول باش هادوك الدراري يجيو يلقاو فين يقراو، لقاو ازمه في العدد ديال الاقسام، لقاو ازمه في لي زونسينيون. هادشي علاش كنطلب منكم بانكم تسارعوا في التسجيل
حيت الامور غادو كتعقد فيما يخص الهجره، ماشي كيسهلوا في الامور كيسعبوها في بعض المجالات. هادشي علاش مثلا الناس اللي كيجيو وعندهم بيرمي تومبوغير، يعني بيرمي فيرمي او لا بيرمي اوفير، فاش كتبغي تغونوفلي البيرمي ديالك الحكومه ديال كيبيك فرضات، ماشي دات اختيار، فرضات على اي مهاجر جاي كوم تومبوغير باش يغونوفلي البيرمي ديالو لازم انه ينجح في امتحان اللغه الفرنسيه ويجيب مستوى 4 سور 1. دونك كاينين ثلاثه ديال المستويات، المستوى الاول من 1 حتى 4، المستوى الثاني من 5 حتى 8، المستوى اللي هو افونسي من 9 حتى 12. هادشي علاش هما ما حدوش انك تكون عندك مستوى افونسي او لا انترميديير يعني متوسط، باغين تكون عندك مستوى ضعيف ولكن تكون اعلى نقطه يعني نيفو 4. الناس اللي عندهم اللي باغي يجيو هما بيرمي دو ترافاي او لا بيرمي دو ترافاي فيرمي او لا اوفير. هادشي علاش كنطلب منكم انكم تسارعوا التسجيل تيميغريو، باش تيميغري كندا راه ما صعيباش على فال. كتبغي بنادم يكون مركز، كتبغي بنادم تكون عنده الموتيفاسيون عنده الكوراج، وما يخلعوناش ما يخلعوناش لي بروسيدور، ما يخلعوناش الناس اللي كيقول لك انا ديجا دفعت وما جابش الله، انا ديما كندفع وما كيجيبش الله، ما كيجيني حتى شي غوتور. بيتيت هذوك الناس ما عرفوش كيفاش يدفعوا، بيتيت هذوك الناس ما وجدوش السي في اللي تخدم موتيفاسيون كيف ما خصها تكون سولون لي كونديسيون و لي كريتير كنديان. هذا ما كاينش ان انت ما غتكونش عندك فرصه انك تهاجر وتجي لهاد البلاد وتكثر من الحظوظ ديالك. كومي بروغرام اللي هو طالون موريال اللي ديجا شرحت عليه فيديو كيفاش تسجلوا، اللي غنخليها في الرابط ديال صندوق الوصف، وغادي نبارطاجي معكم ان شاء الله لو دوزيام بروغرام اللي هو مونتيريجي ويست. زائد الناس اللي باغات تكثر من الحظوظ ديالها كاين لو غيشي دومبلوا، هادو هما ثلاثه ديال البوابات اللي كتسمح لك باش تلقى فرص عمل بلا ما تمشي عند اجونس ديميغراسيون اللي تقدر تنصب عليك، بلا ما تمشي عند مستشار في الهجره اللي يقدر ينصب عليك ويدي لك فلوسك. لحقاش كنشوف بزاف ديال لي اجونس ديميغراسيون اللي غير بلا 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 يفون جوست دو بوبليسيتي، ومني كتجي تدفع الطلب ديالك يقول لك خصك تخلص مثلا 150 دولار، هذه غير باش كتحلوا دوسي. مني كتحلوا دوسي كيبداو يجيو الطلبات، هما هذا هو العدد، هذا هو الهدف ديالهم انهم يكثروا من لي دوسي. وباش كتجي تقول واش كاين فرص عمل كيقول لك ما كايناش سولون لو بروفيل ديالك، راك درناك في لائحه الانتظار، وتاين غتبقى انت في لائحه الانتظار. اللهم دير لا بروسيدور انت راسك، ديريها انت راسك الا بغيتي تيميغري كندا، وانا مستعد باش نساعدكم الا خليتوا لي بيان سور دي كيسيون في الكومونتير، غادي نحاول باش نجاوبكم. وغادي نخلي لكم دابا لتحت لا باج فيسبوك ديالي فين تقدروا تصيفطوا لي دي ميساج فين نقدر نجاوبكم. وكنتمنى التوفيق للجميع، كنتمنى ان الناس اللي باغيين يهاجروا لكندا عن طريق اريما او عن طريق واحد من البرامج اللي كنبارطاجي معاهم انكم توفقوا في المسيره ديالكم، والله يخليكم. الى جاتكم ان روتور بوزيتيف من عند اي امبلويور، جاتكم واحد الافاده، جاكم واحد الروتور انهم بغاو يعطوكم فرصه، المرجو انك تكومينيكي معايا حيت غنقدر نساعدك ونساعدك بزاف. علاش؟ حيت هادو كيعمروا دي فورمولير كيطلبوا بيان سور وثائق زايده. هادشي علاش الى ما عرفتي شي انفورماسيون كنطلب منك انك تبارطاجيها معايا، وغادي تبقى كونفيدونسيال، وهذا اللي درتو غير باش نساعدك باش تقدر تهاجر لهاد البلاد هادي. دونك كنتمنى التوفيق للجميع، والله يسهل عليكم في مشروع الهجره ديالكم، وما تنساوش تخليو لي دي كومونتير، ما تنساوش تخليو لي جيم لا فيديو، وكنتمنى لكم التوفيق وديما الموتيفاسيون وما يخلعوناش.